سيدنا السلام عليكم أحبائي متابعي قناتك فنسات، أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد والمفيد كالعادة إن شاء الله. اليوم سوف أشارك معكم لعبة يمكن أن تلعب في هاتفك وتكسب العشرات من الدولارات إن شاء الله. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة اشترك في القناة والضغط على الجرس ليصلك الجديد من الفيديوهات المميزة إن شاء الله. إذا مباشرة سوف نمر إلى الشرح لهذه اللعبة المميزة. يمكن أن تلعب أنت أو أولادك وتكسب العشر من الدولارات والسحب على الباي بال. لذا مباشرة سوف نذهب إلى اللعبة. سوف أضعكم لين رابط التحميل أسفل هذا الفيديو إن شاء الله. كما نلاحظ هذه هي اللعبة، وصلت إلى 5.76 دولار. يمكنك أن تسحب الدولارات عبر الباي بال. عند تصل إلى 10 دولارات سوف تقوم بالسحب على الباي بال. كذلك كيفية الربح من هذا من هذه اللعبة، كما نلاحظ هنا المستويات. عندما تملأ هذه المستويات سوف تربح هنا دولارات، عندما تصل إلى 5 سوف تربح كذلك دولارات. أي مستوى من هذه المستويات تكسب منه دولارات. سوف نجرب هنا طريقة. يمكنك لمس شاشة الهاتف فقط كما نلاحظ. سوف عندما تصل إلى حد العافية يمكنك أن تمر في جميع الخانات. سوف نستمر حتى نكمل هذه الجولة. كما نلاحظ فاللعبة أحبائي سهلة جدا، ليس به عناء. يمكنك أن تملأ وقت فراغك وتلعب هذه اللعبة، ويمكنك كذلك الاستفادة منها بالكسب من دولارات. إذن سوف نستمر هكذا. إذن سوف قد أسرت في هذه المرحلة كما نلاحظ. سوف نعيد مرة أخرى إن شاء الله، ولكن عند مرور هذا الإعلان فهذا التطبيق وهذه اللعبة هي كذلك تكسب من الإعلانات التي تدرجها في التطبيق. فهي تعطي دولارات، ولكن هي كذلك تكسب من الإعلانات. لن ننتظر حتى نكتمل هذا الإعلان ثم نعيد اللعبة لكي نريكم كيفية الربح إن شاء الله من هذا التطبيق أو من هذه اللعبة. سوف نعيد الكرة. فقط تريد بعض الانتباه ولا تتسرع. التسرع أحيانا يخسرك في هذه اللعبة. وكذلك نوع الهاتف، إذا كان الهاتف فوق 1 جيجا بايت في الرام فهي تكون سهلة. ما بالنسبة للهواتف 500 ميجا بايت في الرام فهي تكون اللعبة ثقيلة بعض الشيء. كما هو حال في
هذا الهاتف الذي أشتغل به حاليا. إذا ننتظر حتى أكمل هذه المرحلة إن شاء الله بدون خسارة، هي قريبة جدا. إذا كما نلاحظ هنا قد ربحت 0.04 في هذه المرحلة. كما لاحظتم هنا كما لاحظتم وصلت إلى 5.80. هذه العجلة ليس بها أي شيء، يعني تعطيك فقط، ننتظر قليلا كذلك حتى يتم في الإعلان أو اكتمال هذا الإعلان كذلك. أحبائي، اللعبة مميزة جدا وسهلة، يمكن لأطفالك أن يلعبوها، وكذلك يمكن أن يكسبوا منها دولارات. عوض هناك ألعاب الأكشن أو غيرها، ولكن ليست بها فائدة مهمة. لن ننتظر حتى تظهر العلامة ثم نقطع. كما لاحظنا هنا كما نلاحظ هنا سوف أوليفان سوف أضغط على هذا الزر، قد اكتملت المرحلة الثانية. يمكنك أن تضغط، إن وصلت إلى المرحلة الثانية اضغط على علامة النقود هنا. كما نلاحظ 0.02. عندما تصل إلى هنا 5 مراحل يمكنك أن تكسب 0.5 كذلك. كما نلاحظ كانت هناك 5.80 والآن أصبحت 5.82. إذا أحبائي متابعي قناة كفنسات، هذا ما لدينا في هذا الشرح بحول الله. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، سوف أضعكم لين رابط تحميل هذا التطبيق أو هذه اللعبة تحت هذا الفيديو. لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلك الجديد. هذا محدثكم كابتن زين، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.